10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات الدوري الإسباني لا ليغا. لكن قبل ما نعرف تفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصل 3 نقاط مهمين. نتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات، بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم برشلونة الإسباني أمام اتلتيك بلباو ضمن مباريات الجولة الثانية والدوري الإسباني لا ليغا. المباراة على استاد مونتجويك، القناة الناقلة بي ان سبورت 3 والمعلق عصام الشوالي. توقيت المباراة مساء اليوم السبت في 8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والسادسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصد 3 نقاط مهمين ومنافسات الجولة الثانية والدوري الإسباني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.